السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مروان حسن من MH Gameplay. والنهاردة هكلمكم عن لعبة Grand Theft Auto V المعروفة باسم جاتا 5 ومشكلة اختفاء المراحل من على الخريطة. في مرحلة من المراحل هتقابل شخصيتين، شخصية اسمها ديف وشخصية اسمها ستيف، والاتنين شغالين في منظمة الفيبس FIB وهي منظمة حكومية، وهيطلبوا منك انك تعمل مهمة معينة. يلا بينا نشرح المهمة. هيظهرك 4 مهمات على الخريطة ومفروض انك تنفذهم. تتنوع الـ4 مراحل ما بين انك تسرق عربية نقل، عربية جرار، تشتري هدوم، وتشتري ماسكوت. وبمجرد ما بتخلص الـ4 مهمات مش بتلاقي اي مهمات جديدة بتظهر. كل اللي عليك انك تعمله ان انت تفضل تركب في العربيات لحد ما تظهر الرسالة دي، والرسالة دي مضمونها ان العربية ديت تصلح انها تكون عربية هروب، ولازم تركنها في مكان معين وتتصل بمايكل. وبمجرد ما بتنهي المهمة ديت بترجع المهمات تظهر تاني على الخريطة. تاني مرحلة ممكن تختفي فيها المهمات هي المرحلة اللي بيطلب منك فيها ليستر اقتحام مبنى الـ FIB عشان تسرق معلومات بتهدد ستيف وديف. اول مهمة انك بتمشي ورا الحارس لحد ما بتوصل لبيته وبتاخد منه هدومه وبتاخد منه كارت الهوية بتاعه اللي بيسمح له ان هو يدخل مبنى الـ FIP. تاني مهمة في المرحلة دي بيقوم فيها فرانكلين، وخلي بالك لازم اللي يقوم بيها فرانكلين. مهمته بتقتصر ان هو بيتابع المهندس اللي عمل المخطط البنائي لمبنى الـ FIP، والمطلوب انك تضربه وتاخد منه الشنطة اللي فيها الخرايط وترجع بيها الليستر. بمجرد ما بترجع بالشنطة الليستر بيقوم ليستر بأخذ الخرايط وعمل خطتين، خطة A وخطة B، وعليك انك تختار ما بينهم. لو اخترنا الخطة B وهي الخطة الأسهل مش بنلاقي فيها أي مهمات فرعية، وكل علينا ان احنا نعمله اننا بناخد طيارة وبنقتحم مبنى الفيبس عن طريق السطح. اما لو اخترت الخطة A وهي الخطة الاصعب مش بتظهر اي مهمات على الخريطة، والمطلوب منك انك تجيب عربية هروب وعربية مطافي. كل اللي عليك انك تعمله انك تركب في العربيات لحد ما تظهر لك الرسالة اللي بتقول ان العربية دي تنفع تكون عربية هروب، وتركنها في المكان المعين اللي هحدده لك على الخريطة. وعشان تاخد عربية المطافي عليك انك تتصل بالموبايل في قائمة الكونتاكتس 911 وتطلب عربية مطافي، واول ما تيجي تقتل السواق وتاخد العربية، وساعتها هيظهر لك على الخريطة المكان اللي تركنها فيه.
وبمجرد ما بتوصل عربية المطافي للمكان المطلوب بترجع المهمات تظهر من جديد على الخريطة. تالت مرحلة ممكن تختفي فيها المهمات من على الخريطة هي المهمة اللي بيقوم فيها تريفر بالتخطيط لأكبر عملية سرقة في تاريخكم الإجرامي. أول مرحلة بتعملها في المهمة دي إنك بتاخد طيارة وبتتابع حركة العربيتين المحملين بالذهب اللي انت عايز تسرقهم. بعد كده بتروح للليستر وبيعمل لك خطتين، الخطة A والخطة B. في حين انك اخترت الخطة A وهي الخطة الأصعب، أول حاجة بتعملها انك بتسرق عربية بوليس بيتم تحديدها على الخريطة وبتقوم بتركنها في المكان المطلوب، وبعد ما بتركنها بتختفي جميع المهمات من على الخريطة. والمطلوب منك انك تجيب 3 عربيات سريعة موجودين في أماكن مخفية على الخريطة عشان تحط فيهم الذهب وتهرب بيه. ودلوقتي هحدد لكم الثلاث اماكن. لما بتسرع العربية بتلاقي نفسك ما روحتش المكان اللي بتخزنها فيه طوالي، ولكن بتروح للوس سانتوس كاستومز، وهو المطلوب منك ان انت تقوم بعمل تغييرات على العربية، ودي مرحلة إجبارية. بمجرد ما بتوصل الثلاث عربيات للمخزن بتلاقي المهمة رجعت تظهر تاني على الخريطة. اما في حين لو اخترت المهمة بي، اول حاجة بتعملها انك بتسرق مقطورة،
تاني حاجة انك بتروح محطة القطر وبتحاول تسرعه عن طريق انك بتغير مسار القضيب. هتلاحظ ان المهمات بدأت تختفي من على الخريطة. كل اللي عليك انك تعمله انك تفضل تركب في العربيات لحد ما تظهرلك الرسالة بتقولك ان العربية دي تنفع انها تكون عربية هروب، بس المرة دي مش هتركنها في مكان معين. كل اللي هتعمله انك هتتصل بليستر وهو هيقولك تركنها فين. بمجرد ما بتركب العربية في المكان اللي بيحدده لك ليستر بتنتهي المرحلة وبتبتدي تظهر المهمات على الخريطة من جديد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك او اعمل سبسكرايب. لو عندك اي استفسار سيبه في الكومنت تحت واشوفكم مرة تانية ان شاء الله.